سنة تنشوفوا مجموعة ديال العظماء في مجال القيادة، في مجال السياسة، وفي مجال العلم تقدموا مجموعة من قائمة الكتب التي يقرأونها. مثلا الرئيس الأمريكي أوباما كتقدم سنويا مجموعة من قائمة الكتب، مارك صاحب شركة فيسبوك تقدم قائمة من الكتب التي قرأ، بيل غيتس يقدم قائمة من الكتب. يعني مجموعة من العظماء في مجال الإبداع الاقتصادي والسياسي والمعرفي والإعلامي تقدموا قائمة من الكتب. في نظركم وفي نظري شنو يمكننا نقولوا على هذه القضية هذه؟ واش القراءة شي حاجة مهمة باش نولي المبدعين؟ وشنو هي علاقة القراءة بالإبداع؟ واش فعلا القراءة تساهم بتحقيق الإبداع وتطوير نمو الخيال عند الإنسان؟ وعلاش هاد المبدعين تيقراو؟ علاش تيقراو هاد الناس هادو؟ تيقراو لأن القراءة هي الوسيلة الأساسية باش نقدروا نحققوا النجاح في الحياة، لأن القراءة تنمي الخيال والإبداع. وكاين كثير من الدراسات العلمية تتأكد بأن القراءة وخصوصا قراءة الروايات والروايات ديال الخيال العلمي والكتب ديال الفلسفة تتنمي الخيال والإبداع عند الإنسان. ومعظم الكتاب المبدعين ومعظم الناجحين في كثير من المجالات كانت القراءة جزء من الروتين ديالهم اليومي. يعني شفنا كثير من الشخصيات القيادية في مجال السياسة في أمريكا مثل روزفلت مثل كينيدي كانت القراءة جزء أساسي من اليوميات ديالهم، وكانت مساهم كبير في تطوير المهارات ديالهم وتطوير الكفاءة ديالهم لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى الممارسة. إذا رجعنا للتاريخ ديالنا القديم غنلقاو بأن كثير من الإبداعات وكثير من الإنتاجات العظيمة كان سببها مبدعين، وهاد المبدعين هادو لولا القراءة ديالهم والنهم ديالهم والشغف ديالهم للقراءة والمعرفة لما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، مثل ليوناردو دافينشي، مثل ابن سينا، مثل ابن رشد. كان يقال أن ابن سينا ينام 3 ساعات. إذا انظروا معي إلى هذه الشخصية التي أعطت حياتها كلها للمعرفة والتعلم لكي نجد الكتب الإبداعية التي ألقاها. إذا عدنا إلى دافينشي الذي تعلم وكتب واهتم بكثير من المجالات، أنه كان يعتبر من القراء الناهمين. إذا من هنا نفهم أن هناك علاقة عميقة بين القراءة والإبداع. ومن جهة أخرى يقول علماء أعصاب عندما يدرسون الطريقة التي يشتغل بها الدماغ حينما نقرأ وجدوا بأن الخلايا العصبية تتشابك فيما بينها وتخلق مجموعة من الارتباطات الجديدة، الشيء الذي يقود إلى المزيد من الإبداع والابتكار. لأن شنو هو الإبداع؟ وأن تأتي بفكرة غير مسبوقة. والقراءة الكثيرة تساعدك القراءة مع التمتل، أن تقرأ وأن تتمتل ما تقرأه، وبهذه الطريقة توسع خيالك وتستطيع أن تفكر خارج الصندوق. ونعطي مثال باش نوضح هذه الفكرة هذه. ما الفرق بين أن تشاهد فيلما وأن تقرأ رواية؟ عندما تشاهد الفيلم أنت ترى الصورة التي يقدمها لك المخرج والسيناريست والممثلين، ولكنك عندما تقرأ رواية فأنت الذي تصنع الصور الذهنية وتصنع الدلالات وتصنع المعاني، وبهذه الطريقة تنمي مجموعة من القدرات الخيالية وتنمي مجموعة من القدرات اللغوية والإبداعية التي تعطيك معنى ودلالة في الحياة. لأن الإبداع في حد ذاته هو تراكم ديال مجموعة من الخبرات والتجارب التي نتعلموها من الحياة ومن قدرتنا على الابتكار والإبداع، وهذا الأمر تأتي من خلال القدرة على القراءة الكثيرة وعلى التنوع في القراءة. وباش نبين هذه القضية هذه بغيت نعطي مثال لواحد الشخصية مغربية اللي كانت مبدعة ومتميزة في كثير من المجالات، اللي هو المرحوم المهدي المنجرة. المهدي المنجرة كما تنعرفوا بأنه كان واحد المواطن مغربي قرا في المغرب في الثانوية وقع له مشكل في المدرسة، صيفطوا الأب ديالو لأمريكا باش يقرا في جامعة كورنل، كانت التخصص ديالو علمي اللي هو البيولوجيا والكيمياء. من بعد ذلك وقعت سنة 1954 الحرب الأمريكية الكورية، فكان مفروض جنيد إجباري، هو رفض الجنيد الإجباري وهرب ومشى لبريطانيا، وتم التحق بكلية العلوم الاقتصادية بلندن، وكان التخصص ديالو في العلوم السياسية وخذ الدكتوراه ديالو على جامعة الدول العربية. وكذلك كان مهتم بالموسيقى والشعر والأدب والمجالات اللي عندها علاقة بالفنون. والكتاب اللي عنده اللي هو قيمة القيم حاول يبين في كثير من المقالات بأن المعرفة الإنسانية هي معرفة متكاملة، وخصيكو عندنا واحد التنوع في القراءة. وهناش يقولوا المتخصصين بأنه باش يكون إنسان مبدع في القراءة ديالو خصو يقسم القراءة إلى قسمين: 50% تخصص ديالك تقرأ كل ما لديك من خبرات وتعلمات وكل ما هو موجود جديد في التخصص ديالك، و 50% في جميع المجالات تحاول تقرأ في الأدب. لكن مثلا التخصص ديالك هو الرياضيات، تحاول تكون تقرأ التخصص ديالك 50% كله في مجال ديال العلوم والرياضيات والبرمجيات، و 50% في التخصصات الأخرى، تقرأ الشعر، تقرأ الأدب، تقرأ العلوم الإنسانية، تقرأ الفلسفة، باش يكون عندك واحد التكوين متكامل اللي تقود الإبداع.
ودابا غنشوفوا شنو هي الخطوات العمليه باش نكتسبوا عاده القراءه زمن كورونا وتولي قراءة جزء من الحياه ديالنا اليوميه. اول خطوه في القراءه هي نبض القراءه بالمتعه، لان تيقول علماء الاعصاب اليوم بان الدماغ ديالنا تيخدم بالمبدا ديال المكافاه. اذا باش نحفز دماغي على القراءه نحاول نهتم نبحث على الاهتمامات ديالي. الا كنت مثلا تنهتم بالموسيقى، تنهتم بالرياضه، تنهتم بالفنون، نحاول نبدا نقرا على المجال ديالي. مثلا تنهتم انا بالموسيقى والفنون، نحاول نشد كتاب حول تاريخ الموسيقى او تاريخ الفن ونقراه. بهذه الطريقه هذه غنحفز الدماغ ديالي انه يقرا، وفي نفس الوقت اقرا بمجال اهتم به. بالنسبه للناس اللي ما عندوش مثلا القدره على القراءه، هذه وسيله تحفزك على انك تبدا تقرا وتبدا تقلب على الكتب اللي يمكن تساعدك في تطوير المهاره ديالك اللي باغي تعلم. المساله الثانيه هو ان اليوم تنعانيو من السطحيه ديال الناس في التفكير، لان الناس نقول عليهم انهم اصبحوا سطحيين في التفكير، والسبب هو التفكير النمطي. اذ القراءه هي وسيله للخروج من صندوق الجهل والتفكير خارج الصندوق. وبهذه الطريقه هذه ان الانسان اللي تيقرا بزاف وتيكون عنده اهتمامات متعدده في القراءه تقدر يبني تصور خاص حول العالم، يبني قناعات جديده، وتكون دائما عنده القدره على التجدد، لانه دائما كلما قرات اكثر كلما عرفت مقدار جهلك. وهكذا كما قال سقراط: انا اعرف شيئا واحدا واني لا اعرف شيئا. وبهذه الطريقه غتحمس وتبغى انك تتعلم اشياء جديده باش تفكر خارج الصندوق. ومن جهه اخرى توفير الجو المناسب للقراءه من خلال انك دير واحد المكان مخصص للقراءه، بيرو او مكان تحط فيه عدد الكتب، ويكون دائما عندك واحد الرابط ديني بين ديك المكان والقراءه وتحس فيه بالمتعه. لانك شحال ما كان ديك المكان منظم ومقاد وعنده واحد النمط واحد البريستيج، كان شحال ما كان داك البريستيج يساعدك نفسيا على انك كل ما تجلس فيه تحس بالراحه، وبهذه الطريقه تتعود القراءه. اذا فصل ذلك يمكن لي ندير واحد القضيه، هي انني ندير واحد المشاركه مع الاصدقاء ديالي، ندير واحد الالتزام انا نقرا كتاب في الاسبوع، وفي نهايه الاسبوع نحاول نضرطوا هذا الكتاب من خلال مجموعه في الفيسبوك او مجموعه في تيليجرام او زوم، بعض التقنيات كثيره. وبهذه الطريقه هذه غتلزم نفسك انك تقرا واحد الكتاب، لانك ملزم انك تناقش مع اصدقاء وتحاول تبادل معهم افكار ديالك حول هذا الثلاثه. واش فيه شفتي بحال الصوره في افلام مغربيه، ام تتقرا على ولدها مي غادي يجي ينعس؟ طبعا هذه مساله مفقوده في الثقافه ديالنا لا المغربيه ولا العربيه، والقول العلماء بان تقنيه مهمه جدا تتخلي ان الاطفال منذ الصغر يتعلموا عاده القراءه، وتولي عندهم القراءه مهمه تتنمي الخيال ديالهم. مثلا انك تقرا على الاطفال ديالك وميوصلوا واحد السن معينه هو يقرا عليك، يعني الطفل ديالك يقرا عليك وانت تتسند له، وبهذه الطريقه هذه تولي الطفل عنده قراءه عاده تلقائيه منذ مرحله الطفوله. وبالتالي انت وانت كأم ولا أب مفروض عليك انك تشري هذه القصص بالسن ديالها، لان كاين قصص كل مرحله عمريه عندها قصص ديالها خاصه بها، وتقرا عليه القصص ويقرا عليك، وبهذه الطريقه غتساعدو انه ينمي يطور الخيال ديالو. قبل ما نهايه الفيديو هذا كاين واحد التقنيه سميتها تقنيه القراءه السريعه، وكاين مجموعه من الدورات التكوينيه تتكلم على هذا الموضوع هذا. الا تعلمتوا التقنيه دي غتسرعوا القراءه ديالكم، وفي نفس الوقت تحافظوا على الانتباه، لان كثير من الناس تقول كيجيني الملل في القراءه. علاش يجيك الملل؟ لان الدماغ ديالك تيصح وتبعد من داكشي اللي تقرا، فبالتالي هذه التقنيه تساعد في التركيز اثناء القراءه. وتبارك الله عليكم.